المحاضرة بتاعت النهاردة هي ميتنج 9، تمام، وبتتكلم على الريكيرجن. فالريكيرجن هو way of programming، تمام، هو a way to tackle problems، هو problem solving skill، تمام، هي طريقة لحل مشاكل معينة. فسيمبلي الريكيرجن ده هي ميثودز بتستخدم بشكل ما لحل مشاكل فيها صفات معينة. فتعالوا ناخد example. تخيل ان انا مديك فولدر او دايركتوري، تمام، وبقول لك عد عدد الفايلز اللي موجود جوه الدايركتوري ده او جوه الفولدر. فالموضوع ان انت هتقوم فاتح الفولدر وهتبص ايه اللي جوه الفولدر. فانت لو لقيت ان في ملفات جوه فايلز، فسيمبلي انت هتعد عدد الفايلز والموضوع انتهى. يعني انت فتحت الفولدر لقيت جوه فيه ثلاث ملفات، ثلاثه فايلز، فقلت خلاص فولدر جوه ثلاثة. بس نفترض ان انت فتحت الفولدر لقيت فيه فولدرز تانية، تمام، يعني فتحت الفولدر لقيت جواه ثلاثة فولدرز، تمام. فهنا انت عشان تحل المسألة بتاعتك انت لازم تفتح كل فولدر من الثلاثة وتشوف جواه ايه. وكونك ان انت بتفتح فولدر من الثلاثة هو equivalent للمسألة الأساسية، إن أنت كنت أساساً عندك فولدر وعاوز تجيب السايز بتاعه. فالريكيرجن بيتكلم على problems. البروبلم يقدر تتقسم لبروبلمز أصغر في الحجم، بس البروبلمز الأصغر في الحجم دي واخدة نفس الصورة والشكل بتاع البروبلم الأساسية، تمام. طيب هل الموضوع ده هيكمل فور ايفر؟ الاجابه لا. يعني ما ينفعش ان انا افتح فولدر الاقي جوه فولدرز، فاخد فولدر من الفولدرز يفتحه الاقي جوه فولدرز، وبعد كده الاقي فولدرز. لازم اوصل في الاخر ان يبقى في فولدر جواه ملفات، فاعد الملفات بس واقدر احل مثلا. فدايما الريكيرجن مبنيه على ان في بيس كيس، في كيس اما بتوصل لها ما المساله كانت بي اني سمبلر، ما تبقاش، ما ينفعش تبقى ابسط من كده، او ما ينفعش يتعمل لها ديكومبوزيشن لسايز اصغر من كده. فدايما البيس كيس الاجابه بتاعته بتبقى معروفه. يعني انت بيبقى عندك البيس كيس، خلاص انت بتقعد تجنبوز المساله لمساله اصغر لمساله اصغر لمساله اصغر، تمام، لغايه ما توصل لحجم معين المساله ما ينفعش يحصل لها ديكومبوز او بارتيشن اكتر من كده، وبيبقى الحل بتاع المساله دي واضح. طيب تعالى ناخد اكزامبل تاني. لو انت بتعمل ال VLSI، فال VLSI هو Very Large Scale Integration Designs. فلو انت بتعمل شيب، تمام، فالشيب دي ممكن يبقى عليها millions of transistors، فانت بتبقى عاوز تعمل الديزاين بتاع الترانزستورز دي على الشيب، تمام. ف one of the important designs اللي موجوده اسمه ال H3. فال H3 بيبقى على حسب الليفل بتاعها. يعني مثلا ده ليفل 0 ان انت عندك H، تمام، ليفل 1 ان انت عندك ال H وفي كل طرف منها في H، تمام، ليفل 2 ان انت هو ليفل 1 بس الاتش اللي في الاربعه اتشز اللي في الاطراف كل واحده منهم كل طرف هيبقى فيه اتش، وهكذا. انت ممكن تفضل تزود الاوردر بتاع الديزاين زي ما انت عاوز.
فمسألة زي كده انت هتلاقي ان لو انت مثلا بتتكلم عن مسألة بتحاول تبص على الديزاين الكبير ده، الديزاين الكبير ده هو الديزاينات الصغيرة دي، والديزاينات الصغيرة هي الديزاينات الأصغر لغاية ما توصل لليونت اللي هو الاتش اللي هي أبسط حاجة عندك. فلو انت بتعمل حاجة هنا بعد كده تقدر تحسبها على ده، بعد كده تقدر تحسبها على ده، بعد كده تقدر تحسبها على ده. فايه الاوبجكتيفز بتاعت المحاضرة بتاعتنا؟ ان احنا نشرح يعني ايه ريكيرسيف ميثود والبينيفيتس اوف يوزنج الريكيرجن، ان احنا نديفلوب الريكيرجن ميثودز لريكيرسيف ماثيماتيكال فانكشنز، ان احنا نكسبلين الريكيرسيف ميثود كولز وازاي بيحصل لها هاندلنج في الستاك، ان احنا نحل حبه مسائل يوزنج الريكيرجن، ان احنا يعني دي اكزامبلز كلها، الدايركتوري سايز، التاور اوف هانوي، تمام، الفراكتلز، تمام. واخر حاجه هنتكلم على العلاقه او الفرق بين الريكيرجن والديتريشن. فاول حاجه عاوزين نتكلم عليها هو الستاك. فالستاك هو داتا ستراكشر، تمام، اللي هو لاست ان فيرست اوت، اخر واحد دخل هو اول واحد خرج. اوكي، فاكنك بتحط كتب على المكتبه، يعني انت عندك مكتب فبتحط كتاب، وبعد كده بتحط عليه كتاب، وبعد كده بتحط عليه كتاب تالت، تمام، وما تقدرش تشيل الكتب اللي تحت الا لما تشيل الكتاب اللي على الوش، وبعد كده تبقى تشيل الكتاب اللي وراه والكتاب اللي وراه، فانت هتلاقي ان انت اخر كتاب حطه هو اول كتاب انت هتشيله. فالمين اوبريشنز بتاعت الستاك هي البوش، ان انت بتدخل اليمنت، فانت لو عندك اوبجكت بتعمل له بوش في الستاك فانت بتدخله، والبوب، تمام، وطبعا مفيش بوب، البوب مش بايه؟ باندكس، لان هو البوب هو بيطلع لك اللي على الوش، تمام، فالبوب هي بتريتيرن اوبجكت موجود في الستاك، تمام، فهي بتريموف وتريتيرن اخر واحد اتعمل له انسبشن، تمام. ف تعالوا ناخد اكزامبل على الستاك، فانت عندك ايه؟ اس دوت بوش 5، فانت كان عندك ستاك فاضي حطيت فيه 5 فبقى فيه 5، بعد كده عملت بوش ل3 فبقى فيه 3، سالت على اللينس فاللينس 2، تمام، عملت بوب فهيطلع لك ايه؟ اخر واحد دخل اللي هو الثلاثه، تمام، سالت هل امتي؟ الاجابه لا، لان لسه فيه الخمسه، عملت بوب طلع الايه؟ الخمسه، سالت هل امتي؟ فالاجابه اه لانه بقى فاضي، عملت بوب وهو فاضي فهيطلع لك ايرور، بعد كده عملت بوش فحطيت 7، عملت بوش تاني فحطيت 9، سالت على توب، توب ده بيروح بس يبص ايه الاليمنت اللي على الوش، تمام، من غير ما يشيله، تمام، غير بوب، توب بيبص الاليمنت على الوش، فتوب شاف ان الاليمنت 9 فعمل ريتيرن 9 بس ال9 لسه موجود، بعد كده عمل بوش حطينا ال4، سال على اللينس فاللينس 3، انت عندك 3 اليمنتس، بعد كده عمل بوب هيبوب ايه؟ ال4، بعد كده عمل بوش 6 و8 هذا ال6 وده ال8، بعد كده عمل بوب ف8، تمام. فالفكره الاساسيه ان اخر واحد بيخش هو اول واحد بيخرج. ف هذا جراف، لو انت عندك الستاك بتاعك، تمام، فانت عندك داتا 1 فبتحطها، بعد كده داتا 2 هتتحط فوق داتا 1، داتا 3 هتتحط فوق داتا 2، تمام. طيب لو انت بتعمل بوب انت هتشيل داتا 3 تطلع، بعد كده داتا 2، بعد كده ايه؟ داتا 1، فانت البوب داتا 3 بعد كده داتا 2 بعد كده داتا 1، فالبوش اخر واحد دخل اللي هو كان داتا 3 هو اول واحد طلع اما اتعمل له بوب. ايه الابلكيشنز بتاعت الستاك؟ تمام، فالستاك ليه ابلكيشنز كتير، منها الهيستوري بتاع الويب براوزر، فانت لو فتحت الهيستوري بتاع الويب براوزر اللي انت قاعد عليه هتلاقي ان
الويب سايتس اللي انت عملت لها فيزيت في الاخر تمام هي اللي موجوده في الاول. تمام، يعني انت لو صحيت الصبح فتحت الايميل بتاعك، وبعد كده فتحت حساب البنك، وبعد كده فتحت ال ام اس بتاع الجامعه، لو جيت بصيت على الهيستوري هتلاقي ال ام اس، وبعد كده الحساب بتاع البنك او الويب سايت بتاع البنك، وبعد كده الويب سايت بتاع الايميل بتاعك. تمام، فده ستيك. تمام، طيب حاجه تانية في الستيك السيكونس اوف اندو. لو انت بتكتب حاجه على الوورد وبتعمل اندو، بتدوس كنترول زد، فهو سيمبلي هو مسيب ايه الاكشنز اللي انت عملتها من الاخر للاول، يعني اخر حاجه انت لسه عاملها دلوقتي، ما كان اللي قبلها، ما كان اللي قبلها، بعد كده اللي قبلها. فكل ما انت بتعمل اندو انت بتاخد الاليمنت اللي على وش الستاك وبتعمل له اندو، بتشيل الايفكت بتاعه. تمام، ولما تقعد تعمل اندو كتير لغايه ما مش قادر يغير حاجه، معنى كده ان انت خلصت الستاك اوف اول الاندو بروسس. اوكي، اليوز التالت، وده اللي احنا يعني بنتكلم عليه، عشان كده بنتكلم عن الستاك النهارده، هو الشين اوف ميثودز او كودز. فدلوقتي المفروض الستاك ده انت تكون واخدته في بروجرامينج 105، لان انت اول ما بتاخد الميثودز، وان في ميثود بتنادي على ميثود، انت بتتكلم على الستاك اوف كودز. فايه هي الستاك اوف كودز؟ دلوقتي انت البروجرام بتاعك بيبدا بالمين، بالمين ميثود او المين فانكشن. جوه المين فانكشن ناديت على فانكشن اسمها ايمن. فانت دلوقتي الستاك بتاعك بدا ان انت عندك المين فانكشن، بعد كده رحت ناديت على فانكشن اسمها ايمن، فالكنترول بتاع البروجرام مش هيرجع لمين الا لما ايمن الفانكشن اسمها ايمن دي تخلص. فانت فوق المين بقى عندك في الستاك الفانكشن او الميثود اللي اسمها ايمن. تمام، بعد كده ناديت على فانكشن ثانيه من ايمن، ناديت على فانكشن اسمها عبد الرحمن، فبقى عبد الرحمن ميثود ثاني موجود. اوكي، وهكذا. طيب، فانت كل ميثود بتنادي عليها بتبقى موجوده في الستاك. الستاك هنا هو ستاك اوف كول فانكشن. فلو رجعنا مثلا على الفيجر اللي في الاول ده، تخيل ان انت بادئ البروجرام بتاعك بميثود اللي هي بدل داتا 1 دي اسمها مين. تمام، بعد كده المين دي جوه المين انت نديت على ميثود اسمها ايمن. تمام، فمكان داتا 2 دي ايمن. بعد كده جوه الميثود اللي اسمها ايمن اتنادى على ميثود اسمها عبد الرحمن، فانت هنا داتا 3. فانت عندك الستاك ده هو الكولز بتاعت الفانكشنز في البروجرام بتاعك. طيب امتى الكولز دي هتخلص؟ اما الفانكشن اللي اسمها عبد الرحمن دي تخلص، فتريترن، فترجع على الميثود اللي اسمها ايمن، اللي هتخلص وتريترن، فترجع على الميثود المين اللي هو اول ما يخلص ويريترن البروجرام بتاعك بيبقى ايه؟ السكرين مش واضحه عندي يا فندم. ايوه يا لينا، ها لينا، السكرين مش ظاهره عندي. طب شباب انتوا شايفين ايه؟ بقيه الشباب شايفين السكرين مش ظاهره عندي، السلايد. تمام، انا سمعتك يا لينا. الشباب، بقيه الشباب هي ظاهره عندي يا دكتور، باينه عندكم؟ ظاهره. طب يا لينا ممكن يكون مثلا عندك حاجه الانترنت بطيء او حاجه. تمام، طيب فانت ده بيبقى الكول ستيك، فده chains of method call in a language that supports regression. How you can implement الستاك؟ تمام، ممكن تimplement بكذا حاجة. تمام، لأن هو simply أنت أهم حاجة عندك إن آخر element دخل هو أول element هيخرج. أنت ممكن تعمل الموضوع ده بكذا طريقة. ممكن يبقى عندك array. تمام، فأنت كل element بيخش، تمام، اما تيجي تطلع بتطلع الاليمنت اللي في اخر الاريه.
او اري ليست نفس الموضوع. فانت الاليمنت اللي بيخش فانت بتعمل اد تمام، بس لما تحب تعمل بوب انت بتعمل جيت للاليمنت الايه السايز بتاع الاري ليست ماينس 1 اللي هو اخر اليمنت في الاري ليست بتعمل له اد. بس تذكر برضو ان انت محتاج ايه تديليت الاليمنت يعني بعد ما بتعمل له جيت بتشيل خلاص. وممكن تستخدم لينكد ليست. دلوقتي ايه هو الريكيرسيف الجوريزم؟ الريكيرسيف مينلي ان انت ايه انت سيمبلي عاوز تكرر حاجه كذا مره. ف there are two approach ان انت ترايت ريبيتيتيف الجوريزمز اللي هي الالجوريزمز اللي فيها تكرار تمام. الايتريشنز اللي هي اللي بتانفولف لوبس زي الوايل والايه والفور تمام. فانت عندك الوايل والفور اللي هي اي نوع من انواع اللوبس تمام. فده الطريقه. الطريقه الثانيه اللي هي اسمها الريكيرجن. فايه هي الريكيرجن؟ هي ريبيتيتيف بروسيس برضو تمام in which الالجوريزم بينادي على نفسه. فانت بيبقى عندك ميثود تمام زي ان انت عندك فانكشن بتديها فولدر تمام، وهي المفروض بترجع عدد الملفات اللي جوه الفولدر. فالفانكشن لما اتنادى عليها هي بدات بفولدر ففتحته لقت ان جواه فولدر تاني سب دايركتوري، فهتقوم منادية على نفس الفانكشن اللي هي فيها بس مدياله الانبوت الايه السب فولدر تمام. فهنا الفانكشن اما هتشتغل تاني على السب فولدر ممكن تلاقي جوه فولدر، فهتنادي على نفس الفانكشن بنفس بس هتغير الانبوت اللي هو السب فولدر. فسيمبلي انت عندك فانكشن وبتنادي على نفسها بس بانبوت مختلف، البروبلم سايز اقل من السايز بتاع البروبلم اللي كان موجود قبل كده. يوجوالي وي رايت الريكيرجن الجوريزم انسايد ا ميثود جوه ميثود ذات كول اتسلف سيفرال تايم انتل في ترمينيشن بوينت هابن انتل البيس كيس اتحققت. فالبيس كيس خلاص مفيش فيرذر ديكومبوزيشن للبروبلم وبالتالي اقدر اعمل الايه البيز الكيس والبروجرام بيوم. ف ايه البروبرتيز بتاعت الريكيرسيف ميثودز؟ لازم يكون فيها وان اور مور بيز كيسز اللي هي الكيسز اللي ما فيش اي كولينج هيحصل بعدها او المساله ما تقدرش تتقسم لايه لسايز اقل من كده تمام. فدي اسمها التيرمينيشن بوينتس تمام. فدي اللي بتعمل ستوب للريكيرجن. every recursion call لازم يقلل السايز بتاع الاوريجينال بروبلم تمام، بحيث ان المساله تفضل تصغر 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 لغايه ما تبقى ايه اقرب حاجه للبيز كيس اللي هي اوريدي انا عندي الحل بتاعه. فان جنرال تو سولف ا بروبلم يوزنج ريكيرجن يو نيد تو بريك ات انتو سب بروبلمز. If a subproblem resembles شبه الاوريجينال بروبلم you can apply same approach اللي انت كنت بتحل بيه السبروبلم recursively. فالسبروبلم is almost the same as the original problem in nature with smaller size. فأي subproblem انت عندك المشكلة بتاعتك تمام هتقوم عامل ايه؟ هتقوم مقسمها لمشاكل اصغر، بس كل مشكلة اصغر هي نفس الشكل بتاع المشكله الكبيره. فتعالوا ناخد اكزامبل عشان الدنيا توضح. لو انت عاوز تحسب الفاكتوريال تمام بتاع اي رقم، فالفاكتوريال بتاع مثلا 5 هو ايه 5 في 4 في 3 في 2 في 1 تمام. فده الفاكتوريال. فاكتوريال بتاع 10 10 في 9 في 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2. فدلوقتي الفاكتوريال بتاع رقمنا اما يبقى عندك واحد بكام؟ او سوري الفاكتوريال اما الان تبقى بزيرو الفاكتوريال اوف زيرو بكام؟ ب1. وده البيس كيس لان الزيرو ما فيش حاجه اقل منه تمام. فده البيز كيس. لو عندي ان
أكبر من ال 1 أو يساوي ال 1 فهي الفاكتوريال بتاع ال N ده بكام؟ هو ال N مضروب في ال N ماينس 1 لغاية ما توصل للإيه؟ ل ال 1. ففاكتوريال 0 5 هي 5 في 4 في 3 في 2 في 1 بكام؟ 120. فدلوقتي انت عندك طريقتين، الطريقه الاولانيه ان انت تعمل الايتريتيف فاكتوريال اللي هو باستخدام ايه؟ فور لوب. فانت عندك ال n بخمسة والفاكت او فاكتوريال بواحد، تمام؟ بعد كده بدات الكاونتر بتاعك n باتنين، i اصغر من او يساوي الخمسه، i بلس بلس، يبقى الاي من اتنين لكام؟ لخمسه. فانت بادئ ان الفاكتوريال ب1، تمام؟ فاول حاجه هتعملها ايه؟ واحد في الاي الفاكتوريال بواحد، تمام؟ في الاي اللي باتنين يبقى ايه؟ الفاكتوريال بقى باتنين. بعد كده الاتنين هتضرب في الثلاثه، تمام؟ بعد كده الثلاثه هتضرب في الاربعه، بعد كده الاربعه هتضرب في الخمسه، بعد كده الفور لوب هت ايه؟ هتقف، تمام؟ تمام يا دكتور. ها؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب دلوقتي لو احنا عاوزين نبص على حساب الفاكتوريال من ناحيه الريكيرشن، فهنلاقي ان فاكتوريال 5 هي عباره عن 5 مضروبه في فاكتوريال 4. وفاكتوريال 4 هو 4 مضروب في فاكتوريال 3، و3 هو فاكتوريال 3 هو 3 مضروب في فاكتوريال 2، تمام؟ فهنا لو انا عندي فانكشن بتحسب فاكتوريال 5، فانا لو عاوز احسب فاكتوريال 5 هو 5 مضروب في ان انا هنادي على الفانكشن تاني واديها رقم 4. اوكي؟ فدلوقتي لو انت عاوز تحسب فاكتوريال 5 ال n ب 5 فهي 5 مضروبه في فاكتوريال 4. فبعد كده انت اما ناديت على فاكتوريال 4 اتنادى على الفانكشن وهنا في كام؟ 4. ففاكتوريال 4 هي 4 مضروبه في ايه؟ في فاكتوريال 3. فهنا بقى عندي فاكتوريال 3، تمام؟ هي 3 مضروبه في فاكتوريال 2. فبعد كده فاكتوريال 2 هو 2 في فاكتوريال 1. فاكتوريال 1 هو 1 في فاكتوريال 0. فاكتوريال 0 يساوي 1. ده البيز كيس بتاعك. فهتلاقي ان الكولز دي كلها، تمام؟ هي الفانكشن، وجوه الفانكشن انت بتنادي على الفانكشن نفسها بس بانبوت مختلف. سايز للبروبلم اصغر من السايز بتاع المساله. فانت عندك ان فاكتوريال ان هو ان في ان ماينس 1 فاكتوريال وفاكتوريال 0 ب 1. دول التو فاكتس اللي عندك، تمام؟ فهتلاقي الكود عامل ازاي؟ المين عباره عن ايه؟ ان انت خدت انبوت من اليوزر قلت له يدخل نون نيجاتيف انتجر، اليوزر دخل الرقم، فانت كتبت الفاكتوريال بتاع الرقم اللي هو دخله اللي هو مثلا 5 از، وعندك فانكشن اسمها فاكتوريال 5، فانت ناديت على فاكتوريال 5. تعال نبص على فانكشن فاكتوريال 5 دي هي ايه؟ هي فانكشن اسمها فاكتوريال بتاخد انتجر وبتريتيرن لونج. اف ال ان ايكوال ايكوال 0 هتريتيرن 1. else هتريتيرن ال n مضروبه في الفاكتوريال، يعني هو هنا جوه الفانكشن فاكتوريال نادى عليها تاني بس اداله انبوت كام؟ n ماينس 1. فلو ال n دي ب 5، تمام؟ يبقى ايه؟ هنا هيريتيرن كام؟ هيريتيرن 5 مضروبه في ايه؟ في فاكتوريال 4. فاكتوريال 4 يبقى هو هينادي على فانكشن فاكتوريال 4. هل ال 4 ايكوال ايكوال 0؟ الاجابه لا، يبقى ايه؟
هيريتر الفاكتوريا الاربعه دي هي ايه؟ أربعة فاكتوريا تلاتة. فاكتوريا تلاتة. أربعة مضروب في فاكتوريال تلاتة. ففاكتوريال تلاتة هتنادي على الفانكشن دي تاني. فالفاكتوريال تلاتة هتبقى إيه؟ هتبقى تلاتة تلاتة فاكتوريال اتنين. فاكتوريال اتنين. وبعد كده فاكتوريال اتنين هتبقى إيه؟ هتبقى اتنين اتنين فاكتوريال واحد. في فاكتوريال واحد. وبعد كده فاكتوريال واحد هيبقى ايه؟ هيبقى واحد فاكتوريال زيرو مضروب في فاكتوريال زيرو. وفاكتوريال زيرو اما يتنادى على الفانكشن دي بان بزيرو هتتحقق الكيس البيس كيس اللي هي ايه؟ لو ان ايكوال ايكوال زيرو هتريتيرن 1. فبالتالي فاكتوريال زيرو دي هترجع واحد، هتريتيرن واحد. فبعد كده واحد في واحد بقت بواحد. يعني كل ده كده واحد في واحد بواحد. فبعد كده فاكتوريال 1 هترتيرن كام؟ 1. فيبقى ايه؟ واحد في اتنين باتنين. يبقى فاكتوريال 2 ده بكام؟ باتنين. ففاكتوريال 2 ده لما هيريتيرن هيريتيرن كام؟ 2. بعد كده فاكتوريال 3 ده هيبقى ايه؟ 2 في 3 ب 6. يبقى فاكتوريال 3 ده هيريتيرن كام؟ 6. بعد كده فاكتوريال 4 اللي هو ال 4 في ال 6، ففاكتوريال 4 بكام؟ هيريتيرن 24. بعد كده 24 في كام؟ 5. فلو بصينا ان انت عندك فاكتوريال 4، فاكتوريال 4 هو 4 في فاكتوريال 3. بعد كده فاكتوريال 3 ايه؟ 3 في فاكتوريال 2. بعد كده يبقى 3 في فاكتوريال 2. فاكتوريال 2 اللي هو ايه؟ 2 في فاكتوريال 1. تمام؟ فاكتوريال 1 اللي هو ايه؟ 1 في فاكتوريال 0. فالفانكشن تمام بتنادي على نفسها. وانس ان انت وصلت لفاكتوريال 0 ده فده البيس كيس. فهيبقى ايه؟ فاكتوريال 0 بواحد، فهتبدا الدنيا تريتيرن. فبقى 1 في 2 يبقى ده 2 في 3 ب 6، 6 في ايه؟ في 4 بكام؟ ب 24. طيب لو حاولنا نبص على الستاك بقى بتاع الفانكشن كولز، فانت دلوقتي عندك الستاك، انت عندك المين ميثود اللي انت طلبت فيها ان انت ايه؟ ان اليوزر يدخل لك انتجر، وبعد كده رحت بنادي على، نفترض ان هو دخل لك 4، فانت رحت بنادي على الفانكشن اللي هي فاكتوريال 4. تمام؟ ففاكتوريال 4 بتريتيرن 4 مضروبه في فاكتوريال 3، فتنادى على الفيث الميثود فاكتوريال بانبوت 3. فبقت موجوده فوق ستاك، موجوده فوق ايه؟ الميثود فاكتوريال 4. تمام؟ ليه موجوده فوقيه؟ لان انا ما اقدرش اخلص الميثود 4 الا لما 3 تخلص، لازم 3 تريترن فترد على 4. تمام؟ طيب بعدين فاكتوريال 3 هو 3 في فاكتوريال 2، ففاكتوريال 2 اتحط في الستاك فوق فاكتوريال 3 اللي فوق فاكتوريال 4. تمام؟ بعد كده فاكتوريال 2 هو 2 في فاكتوريال 1، فتحط هنا ايه؟ فاكتوريال 1. تمام؟ ما هي كده اخر حاجه فاكتوريال 1 هو 1 مضروب في فاكتوريال 0، فانت بقى عندك هنا فاكتوريال 0. فاكتوريال 0 ده هو البيس كيس، مش هيعرف ينادي على حاجه ثانيه، البيس كيس هيريتيرن. فالبيس كيس فاكتوريال 0 بكام؟ ده هيريتيرن 1. تمام؟ فما ده يريتيرن 1، تمام؟ يبقى ده هيريتيرن 1 على فاكتوريال 0. خلاص؟ أول ما فاكتوريال 0 تريتيرن هنا المفروض إن هي تتشال منين؟ من الستاك. تمام؟ فهنا 1 في 1 ب 1. ف
فالريترن ده بواحد هيرجع على فاكتوريال 1 وفاكتوريال 0 خلص من الستاك. لازم الايه الفانكشنز اللي فوق في الستاك تخلص واحده واحده من فوق، تمام؟ فلما هاجي ريتيرن هلاقي ايه ان فاكتوريال 1 خلص وعمل ريتيرن ل 2 على فاكتوريال 2، بعد كده هلاقي ايه ان فاكتوريال 2 خلص وعمل ريتيرن 6 على فاكتوريال 3، بعد كده هلاقي ايه ان فاكتوريال 3 خلص وعمل ريتيرن بكام؟ ب 4، يعني عمل كام؟ فاكتوريال 3 كان ب 6، ف 6 في 4 هترجع بكام؟ ب 24 اللي هو فاكتوريال 4، تمام؟ فانت هتلاقي ان الستاك تريس، تمام؟ ان انت كان عندك سبيس ريكوارد لفاكتوريال 4 بعد كده. ليه؟ لان فاكتوريال 4 ده فانكشن، فانت اول ما بتنادي على الفانكشن في سبيس بيتحجز عشان البارامترز والفاريبلز اللي موجودين في الايه؟ في الفانكشن دي، تمام؟ طيب بعد ما انت كان عندك فاكتوريال 4 والسبيس بتاع فاكتوريال 4، تمام؟ جوه فاكتوريال 4 اتنادى على فاكتوريال 3، فبحجز مكان جديد وسبيس جديد لفاكتوريال 3. جوه فاكتوريال 3 اتنادى السبيس او اتنادى على فاكتوريال 2، فاتحسب مكان جديد لفاكتوريال 2. بعد فاكتوريال 2 اتنادى جوه فاكتوريال 2 اتنادى على فاكتوريال 1، وبعد فاكتوريال 1 اتنادى على فاكتوريال 0. فدلوقتي في 5 فيرجنز من الفانكشن محجوز لهم سبيس وبيرنوا مع بعض، وكل واحده مستنيه الثانيه ترد عليها عشان الدنيا تخلص. فبعد كده ايه؟ الفاكتوريال 0 هيرد، تمام؟ والسبيس بتاعه هيفضل، بعد كده فاكتوريال 1 هيرد، بعد كده فاكتوريال 2 هيرد، بعد كده فاكتوريال 3 هيرد، ولغايه فاكتوريال 4. فاللي احنا نلاحظه ان الريكيرجن مكلف اكسبنسيف من ناحيه البرفورمانس والسبيس والميموري، تمام؟ لان يكفي الايه؟ الكول ستاك ان الفانكشنز قاعده مستنيه بعض، وكل ده مالي الكول ستاك بتاعك، تمام؟ زياده على الميموري، لان انت كل فانكشن هتفتحها، تمام، او هتناديها هتحجز مكان في السبيس لكل الفاريبلز والبارامترز بتاعه الفانكشن، تمام؟ ف الريكيرجن لو ينفع يتحل بفور لوب، يعني لو المساله اللي في ايدك تعرف تحلها از ان ايتريشن بفور او بوايل، بليز دو، يا ريت تعمل كده، تمام؟ الريكيرجن مفيد للمسائل اللي صعب ان انت تحلها فور لوب، وهي اساسا انهيرتلي واخده الريكيرجن فور، ان المساله الكبيره، تمام، تقدر تتقسم لمسائل اصغر، والمسائل الاصغر نفس الحجم بتاع المساله الكبيره، بس صعب اتعامل مع الكلام ده بفور لوب. اوكي؟ ف لو احنا عاوزين مثلا ناخد اكزامبل تاني، اسيوم البلو ميثود، ان انت عندك الاف اوف زيرو بزيرو، يعني لو الفانكشن خدت زيرو بكام؟ بزيرو. والاف n equal n plus f n minus 1. حد يقدر يقول لي الفانكشن دي بتعمل ايه؟ ها يا شباب، في حد يقدر يقول لي الفانكشن دي بتعمل ايه؟ عمرو حازم. ايه يا دكتور؟ الفانكشن دي بتعمل ايه؟ هي المفروض اللي هي بتاكل الاف في 0 في 0، كل ما تدخل لها رقم هتعمل نفس الرقم ده وتنقص منه بنفس المعدل. يعني ايه بتنقص منه بنفس المعدل؟ يعني مثلا دخلتها 9 بعد كده تبقى اف 8،
كذلك يعني. تمام، يبقى هي بتجمع، لو انت اديتها رقم هي بتجمع الرقم ده على كل الارقام اللي اصغر منه. يعني انت لو بالظبط. اديت 10 فهي 10 زائد 9 زائد 8 زائد 7 زائد 6 زائد 4 لغايه ايه؟ الزيرو. فانت مثلا لو مدي له 10 تمام، فهي 10 زائد الاف 9، فالتسعه اف 9 هي 9 زائد اف 8، فال8 هي 8 زائد ايه؟ اف 7، 7 هي 7 زائد اف 6، وهكذا لغايه ما توصل لايه؟ لزيرو، اللي هو زيرو. فدلوقتي سيمبلي الاوتبوت بتاع 5 هو ايه؟ 5 بلس اف 4، 4 بلس اف 3، 3 بلس اف 2، 2 بلس اف 1، 1 بلس اف 0، واف 0 ده اللي هو البيس كيس اللي هو ما فيش تحتيه فهو بزيرو. فهتلاقي ان الاجابه كام؟ 15. فلو انت هتكتبها بالريكيرجن، ريكيرجن بيبقى ايه؟ شيكاو تمام؟ واخد الشكل ده. فانت دلوقتي عندك الاف بتاخد انتجر ان، فايف الان ايكوال ايكوال 0، لو الان ب 0 هتريترن 0، ده اللي هو البيس كيس. ايلس ريترن ان زائد اف ان ماينس 1. اوكي، فان ايكوال 0 و و فانا ان زائد اف ان ماينس 1، فده هيقوم بنادي على نفس الفانكشن تاني تمام، بس بان مختلفه، وهنفضل شغالين لغايه ما ايه؟ نخبط ان الان بقت بزيرو البيس كيس، فعلا ريتيرن الزيرو. الفيبونانشي نمبرز، فايه هي الفيبونانشي نمبرز او الفيبونانشي سيريز؟ الفيبونانشي سيريز هي عباره عن سيريز اوف نمبرز، يعني ايه؟ فيكتور من الارقام تمام، كل رقم هو مجموع الرقمين اللي قبل تمام، ودايما اول رقمين هم 0 و1 تمام، فانت هتلاقي ان مجموع 0 و1 ب1، فهتلاقي ان الاليمنت الثالث ب1 تمام. طيب الاليمنت الرابع هو مجموع الاثنين اليمنتس اللي قبله اللي هو الواحد والواحد، فانت مثلا لو بصيت على الفايبونانشي سيريز دي انت بتبدا ب 0 و1، دول اول اثنين اليمنتس، كل اليمنت هو مجموع الاثنين اللي قبله، فالواحد هو مجموع الاثنين دول بواحد، طب الاثنين هو مجموع الاثنين دول، طب الثلاثة هو مجموع الاثنين دول، طب الخمسة هو مجموع الاثنين دول، طب الثمانية هو مجموع الاثنين دول، خمسة وثلاثة، طب الـ13 هو مجموع الاثنين دول، الـ21 مجموع الاثنين دول، 34 مجموع الاثنين دول، 55 مجموع ايه؟ ال 34 و21، 89 مجموع، وهكذا. فالسيريز دي مكمله ان كل رقم هو مجموع الرقمين اللي بس فرق بين الارقام وبين الاندكس بتاعها، يعني الاليمنت الاولاني هو الزيرو، الاليمنت الثاني هو الواحد، الاليمنت نمره 10 يعني الاندكس بتاعه 10 هو ايه؟ 55، الاليمنت نمبر 11 هو 89، الاليمنت الثامن هو الواحد والعشرين. فدلوقتي انا دايما عندي لو انا عاوز احل الفيبونانشي او اعمل فيبونانشي، البيس كيس بتاعي ان انا لازم اقول الفيبونانشي بتاع الزيرو بكام والفيبونانشي بتاع ال1 بكام، يعني اندكس 0 الفيبونانشي بتاعه كام واندكس 1 الفيبونانشي بتاعه كام. ليه؟ لان بدايه من اندكس 2 هو الفيبونانشي بتاع الاولاني زائد الفيبونانشي بتاع الثاني. فالفيبونانشي بتاع الاليمنت ات اندكس 0 هو 0، والفيبونانشي ات اليمنت نمبر 1 بكام؟ ب1. فدلوقتي لو انت سالت دول، لان الاول اليمنت ما فيش اليمنت قبله، وتاني اليمنت ما فيش غير اليمنت واحد قبله، هو المفروض ان انت كان يبقى فيه اثنين، فانت لو جمعتهم هتعرف تجيب، فدول هم البيز. فدلوقتي لو انت عاوز تسال على اي فيبونانشي، ايه الفيبونانشي بتاع الاليمنت نمره 3؟ فهو الفيبونانشي بتاع الاليمنت نمبر 2 زائد الفيبونانشي بتاع الاليمنت نمبر 1.
فلو ده 3 هيبقى ده 2 وده ايه؟ 1. فالفيبونينشي بتاع 3 هو الفيبونينشي بتاع 2 زائد الفيبونينشي بتاع 1. الفيبونينشي بتاع 1 هو بيس كيس. تمام؟ فما ينفعش يتعمل له ديكومبوزيشن اكتر من كده. بس الفيبونينشي بتاع 2 هو الفيبونينشي بتاع 1 زائد الفيبونينشي بتاع 0. لو الحته دي. فالفيبونينشي بتاع 1 والفيبونينشي بتاع 0 بيس كيس. فبالتالي الديكومبوزيشن خلص عادي. فدلوقتي هتلاقي ان انت عندك ايه؟ طريقتين ان انت تحسب الفيبونينشي. الطريقه الاولانيه ان انت تستخدم الريكيرجن اللي هو فيبونينشي ريكيرسيف، فانت بتدي له الرقم، يعني انت بتقول له انا عاوز الفيبونينشي عند اندكس كذا، الاندكس الايه؟ مثلا العاشر اللي هو المفروض 55، يعني الريتيرن كام؟ 55. ف لو الان ب 0 بيريتيرن 0، لو الان ب 1 هيريتيرن 1، إلس هينادي على الفيبونينشي ريكيرسيف ويديها ان ماينس 1، زائد هينادي على الفيبونينشي ريكيرسيف ويديها ايه؟ ان ماينس 2. فانت بتقول الفيبونينشي بتاع الاليمنت نمره 10 هو الفيبونينشي بتاع الاليمنت نمره 9 زائد الفيبونينشي بتاع الاليمنت نمره 8. يجي الفيبونينشي بتاع الالمنت نمره 9 هو ايه؟ 8 و7. 8 و7 تمام وهكذا. ستيل المساله بتاعت الفيبونينشي سهله ان انت تحلها بايه؟ بلوب. تمام؟ فعشان كده it is not good ان انت تستخدم الريكيرجن في حاجه زي الفيبونينشي. تمام؟ طول ما انت تقدر تحلها بلوب حلها بلوب، لان الريكيرجن صعب. الريكيرجن بيكونسيوم ريسورسز كتير. تمام؟ فالفيبونينشي ايتريتيف اللي هي ايه؟ مبنيه على لوب مش ريكيرسيف. فانت عندك الاي ب 0، الريزلت ب 1، وبريفيوس ريزلت بكام؟ ب 0. وايل الاي اصغر من الان ماينس 1 اللي هو الرقم اللي جاي لك اللي هو مثلا لو هنا 5. تمام؟ طول ما الاي اصغر من الاربعه. تمام؟ بيعرف temporary variable temporary equal result اللي هو ايه؟ الواحد. بعد كده واحد زائد previous result اللي هو زيرو. تمام؟ بواحد. وبعد كده هيحط previous result بالايه؟ بالتم واي بلس بلس. فهو ماشي بيجمع الرقمين، يعني هو بدأ الأول بالزيرو. تمام؟ وجمعه على الواحد. فبقى عندك هنا ايه؟ واحد. وبعد كده هياخد الواحد ويجمعه على واحد، يبقى عندك اثنين، بعد كده اثنين على واحد زائد واحد، يبقى عندك ثلاثة، بعد كده ثلاثة زائد الاثنين، هيبقى عندك خمسة، وهكذا. تمام؟ الشكل بتاع الكول بتاع الفيبونينشي، تمام؟ وده اللي يوريك ان ان ريكيرجن فيري اكسبنسيف. فانت عندك فيبونينشي 4 بتنادي على فيبونينشي 3 زائد فيبونينشي 2. فيبونينشي 3 دي هتنادي على فيبونينشي 2 زائد فيبونينشي 1. فيبونينشي 1 هو بيس كيس فهيريتيرن رقم. فيبونينشي 2 هو فيبونينشي 1 زائد فيبونينشي 0. فايه؟ فيبونينشي 1 بيس كيس وفيبونينشي 0 0 بيس كيس. بالنسبه لفيبونينشي 2 هي هتريتيرن فيبونينشي 1 زائد فيبونينشي 0 فالاثنين بيس كيس. فانت هتلاقي ان انت عشان تيفالويت فيبونينشي 4 انت عندك كام فانكشن تحتيه متفتحه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 نسخ من الفانكشن فيبونينشي موجودين في الميموري، محجوز لهم ميموري. تمام؟ وايه؟ وموجودين في الكول ستاك بتاع البروجرام بتاعك، ان كل واحد يعني عشان فيبونينشي 2 دي تخلص لازم فيبونينشي 1 وفيبونينشي 0 دول يعملوا ريتيرن. عشان بعد كده ما فيبونينشي 2 دي تخلص مع فيبونينشي 1 يريتيرن على فيبونينشي 3 وهكذا. تمام؟ فهتلاقي ان الدنيا اكسبنسيف.
ممكن ناخد بريك 3 دقايق وبعد كده نرجع نكمل، تمام؟ شباب تمام؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور، شكرا. تمام يا دكتور. ماشي يا دكتور. طيب فدلوقتي ان انت how to solve problems using recursion، تمام؟ فتاني لو البروبلم تتحل بلوبس، اوكي، فيعني there is no point ان انت تعملها للريكيرجن، لان الريكيرجن مكلف في الريسورسز، تمام؟ ف لو انت عندك simple problem ان انت عاوز تبرنت مسج ان تايم، يعني عاوز عندك مسج زي ويلكم عاوز تطبعها 5 مرات، ويلكم 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 5 مرات، تمام؟ فلو انت بتفكر من ناحيه الريكيرجن، انت عاوز تبريك البروبلم ده انتو تو سب بروبلمز لمشكلتين، تمام؟ واحده ان انت تطبع المسج 1 تايم، والثانيه ان انت تطبعها ان ماينس 1 تايم. يعني لو انت عاوز تطبعها 5 مرات فبقت مشكلتين، مشكله ان انت تطبعها مره، والمشكله بعد كده ان انت تطبعها 4 مرات، وبعد كده ال4 مرات هي ان انت تطبعها مره وتطبعها 3 مرات، وبعد كده ال3 مرات ان انت تطبعها مره وتطبعها مرتين، وبعد كده المرتين ان انت تطبعها مره وتطبعها مره، وهكذا. ف مثلا لو انت عندك ميثود اللي هي ان برنت لاين ويلكم 5، فانت عاوزه يطبع الويلكم 5 مرات، تمام؟ فانت عندك المسج وعندك البرنت، فلو التايم اكبر من او يساوي الواحد هتبرنت المسج، وبعد كده تنادي على نفس الفانكشن ان انت ايه تديها المسج وتديها تايمز ماينس 1، يعني بدل 5 هيبقوا 4، تمام؟ وهكذا. طبعا حاجه زي كده يعني تعتبر لفه، لان انت سيبتي كنت ممكن تعمل فور لوب من 0 ل 5 وتطبع لك الجمله 5 مرات، تمام؟ فهنا انت موضوع ان انت هتحلها بالريكيرجن، كل شويه هيتعمل نسخه من الفانكشن ان برنت لاين بكل الفاريبلز اللي فيها هتتعرف، وده بياخد وقت. بس في بروبلمز ثانيه برضو يعني سهله برضو ان انت ممكن تعملها بفانكشن، تمام؟ سوري، تعملها بلوب زي الفور او الوايل، تمام؟ فبروبلم زي البلندروم، فالبلندروم دي هي ايه؟ هي سترينج، تمام؟ اما بتبدا من اليمين زي ما تبدا من الشمال، تمام؟ فمثلا تخيل معايا سترينج زي مثلا سترينج زي كده A B C B A، لو بدأت من اليمين A B C B A، ولو بدأت من الشمال A B C B A، أو طريقة تانية إن ده يساوي ده، وبعد كده ده يساوي ده، ولو even هتلاقي هنا مثلا إيه C C، الـ A تساوي الـ A، الـ B تساوي الـ B، الـ C تساوي الـ C، ومفيش حاجة في النص. ففي اسماء كده، يعني مثلا في ناس بتحب تسمي حنا، حنا في البنات مثلا، ليه؟ لان هي من الاسماء البليندروم، الاتش يعني الاسم بيتكتب وبيتقري من اليمين للشمال زي من الشمال لليمين، فاتش اتش والاي اي وبعد كده الان، تمام؟ طيب فدلوقتي لو انت عندك ان انت عاوز تحل مساله البلندروم دي، يعني انت جاي لك سترينج وبتسال از ات بلندروم، فبيرجع بولين يا ترو يا فولس. ترو لو الكيس زي ما احنا شايفين السترينج من اليمين زي السترينج من الشمال، فولس لو ايه لا، تمام؟ فالفكره ان انت بتعمل ايه لو اللينس اقل من او يساوي 1، يعني 0 او 1، فانت بتريتيرن ترو، تمام؟ إلس انت بتسال ايه؟ لو الكاركتر ات بوزيشن 0 لا يساوي
الكاركتر 8 البوزيشن لينس ماينس 1 اللي هو يعني انت عندك A B C A B A تمام. فانت بتسال فانت هنا بتقول ايه لو الكاركتر في البوزيشن 0 لا يساوي الكاركتر في اللينس ماينس 1 اللي هو الايه تمام ريتيرن فولس لو لا يساوي بس طبعا لو يساوي زي الحاله دي هيبقى ترو else يعني يساوي ان الاي دي تساوي دي هتنادي على الاس بلندروم تاني بس تدي له السب سترينج اللي في النص اللي هي البي سي بي يعني بتدي له السب سترينج من واحد اللي هي البي لغايه الاس لينس ماينس 1 اللي هو او ماينس 2 اللي هو ده فانت هتدي له البي سي بي تمام فالبي سي بي دي هتخش هنا تاني فهل اللينس بتاعها اقل من الواحد الاجابه لا فهيسال هل البي لا تساوي البي لو هيريتيرن فولس لو لا هيقوم مدي السترينج وشايل ده وشايل ده فهيدي له السي بس فالسي اما تخش هنا هل السي اللينس بتاعها اقل من او يساوي واحد الاجابه هو يساوي واحد فهيريتيرن ترو فهتلاقي ان كله عمل ريتيرن ترو 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 فالاجابه النهائيه ان ده از بلاند تمام لو عندك اي حاجه غير كده هتلاقي فولس حصل لها ريتيرن في النص تمام طيب والمسالتين اللي هم ان انت عاوز تبرنت مسج كذا مره او ان انت عاوز تعمل البالندروم تمام المسائل دي سهله ان انت تحلها بلوبس اوكي تعملها فور لوب او وايل لوب والمفروض ان انتوا المسائل دي تكونوا خدتوها في ايه ال الكورس بتاع بروجرامينج 105 تمام في مسائل صعبه يعني بتحتاج ان هي تتحل بالريكيرشن تمام فالبريسيدنج اكزامبلز الاكزامبلز اللي فاتت كان ايزلي بي سولفد وذاوت ريكيرشن بسهوله ممكن تحلها بلوبس هاويفر السكشن الجاي ده احنا بنبريزنت بروبلمز ديفيكلت تو سولف وذاوت ريكيرشن تمام من غير تمام ليه لان البروبلم صعب ان انت تعمل لها فورميليشن او تكتبها تتحل بفور لوب فالبروبلم مثلا ان انت عاوز تفايند ذا سايز اوف ا دايركتوري لو انت عندك دايركتوري تمام وعاوز تعرف الحجم بتاع الدايركتوري فالسايز بتاع الدايركتوري هو السايز بتاع الحاجات اللي جوه طب الحاجات اللي جوه ممكن تكون ايه ممكن تكون ملفات اللي هي السايز بتاع الملفات بس كمان ممكن تكون فولدرز دايركتوريز فالسايز بتاع الدايركتوري ده ايه يبقى لازم افتحه واشوف ايه الحاجات اللي جواه وده فهتلاقي ان السب بروبلم ان انت تفتح دي 1 وتجيب السايز بتاع دي 1 هو البروبلم ان انت بتجيب الايه السايز بتاع الدايركتوري البيرنت تمام يعني ان انت بتجيب دي 1 او دي 2 او دي ان هي الدايركتوري بس الفرق ان البروبلم الحجم بتاعها ايه اصغر تمام فالسايز بتاع الدايركتوري كان بي ديفايند ريكيرسيفلي از فولوز انت دلوقتي عندك دايركتوري فالسايز بتاعه هو ايه السايز بتاع اف 1 السايز بتاع اف 2 اللي هي سايز الفايلز الملفات وبعد كده سايز الايه الدايركتوريز يعني انت هتبدا تنادي على سايز تاني وتدي له ايه الدايركتوري يبقى انت سايز الدايركتوري هو سايز كل حاجه جوه الدايركتوري واما سايز دي 1 ده يتنادى عليه فهيجي هنا فيبقى سايز دي 1 ايه هو سايز كل الحاجات اللي جوه تمام بس ستيل انت عاوز ان لو السايز بتاع ملف فخلاص يرجع السايز بتاع الملف وخلاص لو السايز بتاع دايركتوري يبدا يفتح كل الحاجه اللي جوه الدايركتوري فانت عندك فانكشن اسمها جيت سايز وبتديها اسم الملف او اسم الفولدر بتاعك تمام وبتسال طبعا انت عامل السايز بكام بزيرو لو الفايل از ا دايركتوري يعني الفايل اللي انت مديهوله فولدر يبقى اعمل اري اوف فايلز بكل الملفات اللي موجوده جوه الفولدر وهتعمل لوب على الملفات دي وكل ملف هتنادي على
الجيت سايز اللي هي اسم الفانكشن الميثود، وهتديها ملف جديد. إلس يعني الفايل اللي انت داخل بيه ده ما هوش دايركتوري، ما هوش فولدر، يبقى الايه السايز على طول اللينس بتاع الملف. تمام. فديس از ا بروبلم ذات ريكيرجن سولفت اليجنتلي بشياكه. تمام. ومش سهل ان انت تعمل الايكويفالنت فور لوب اللي تحل ده. تمام. فهنا يعني اي كامبير الكوست اوف ان ريكيرجن بطيء وكده استحمل الموضوع ده عشان احل مشكله زي دي. الاكزامبل اللي بعد كده التاور اوف هانوي، وده لعبه. تمام. انا افتكر ان انتوا ممكن تكونوا لعبتوها وانتوا صغيرين. تمام. او لسه بتلعبوها اساسا، ما علينا. فايه هي التاور اوف هانوي؟ التاور اوف هانوي ان انت عندك ثلاث ابراج، ثلاثه تاورز A و B و C. تمام. بعد كده اللعبه بتبدا ان انت عندك ديسكس موجوده في الايه. تمام. الديسكس دي في اي وقت ما ينفعش ديسك كبير يكون محطوط فوق ديسك صغير، يعني لازم الصغير يتحط على الاكبر منه، يتحط على الاكبر منه، ما ينفعش العكس. ما ينفعش مثلا اثنين تتحط على واحد او ثلاثه تتحط على تمام. طيب فايه المطلوب بتاع المساله؟ المطلوب ان انت تحرك الرينجز دي من الاي للايه للبي، يعني التلاتة ديسكس دول يبقوا موجودين هنا فين في البي. تمام. فالبروبلم انفولف موفينج ا سبيسيفيك نمبر اوف ديسكس تو ديستينك سايز فروم وان تاور تو انذر وايل اوبزرفينج الرولز الاتيه. ايه الرولز؟ ان انت عندك ان ديسكس، يعني مثلا لو انت عندك خمسة يبقى انت عندك خمسة ديسكس من واحد لخمسة، تلاتة يبقى انت عندك من واحد لتلاتة. تمام. وعندك تلاتة تاورز A و B و C. No disk can be on the top of a smaller disk. ما ينفعش ديسك كبير يتحط فوق ديسك صغير anytime في اي وقت في اللعبة. تمام. All disks are initially placed في تاور A. كلهم initially موجودين في تاور A. تمام. Only one disk can be moved at a time. يعني انت ما تقدرش تاخد ايه الاثنين دول تحركهم، انت لازم تنقل ديسك ديسك واحد واحد. تمام. And it must be the top of the disk. فما تقدرش تيجي تاخد الديسك اللي في النص مثلا وتحركه، يعني لازم يبقى ايه تحرك ديسك ديسك، ولازم الديسك اللي فوق هو اللي انت تحركه الاول. تمام. ماشي. فدلوقتي ايه الاوبجكتيف؟ الاوبجكتيف ان انا احرك كل الديسكات دي من تاور A لتاور B. فبعمل ايه؟ تعال نبص نحلها الاول يعني بالعادي. فانا هاخد الديسك الاولاني بتاع ده احطه في البي، وبعد كده الديسك نمبر 2 ده احطه في السي، وبعد كده اجيب ال1 ده فوق الديسك نمرة 2 اللي في السي، فهوصل للمنظر ده اللي هو انا عندي الديسك نمرة 3 في A، وبعد كده عندي واحد واثنين موجودين في سي. بعد كده هنقل ثلاثة ده في البي، فانا وصلت في المنظر ده، الثلاثة بقت في الايه في البي. بعد كده هنقل الواحد على الاي، وانقل الديسك نمبر 2 على البي، وبعد كده انقل الواحد على البي يعني او على الاي. فبقى انا نقلت كل الديسكات من اي لبي، ومتبع كل الرولز ان في اي وقت ما فيش ديسك اكبر من ديسك، يعني ديسك كبير موجود على ديسك صغير، ما بنقلش اكتر من اثنين في الحركة الواحدة، الكلام ده. فلو احنا بصينا على الفكرة اللي ورا التاور اوف هانوي، ان انا عندي الهدف بتاع المسألة ان انا احرك من ايه، من from A to B using الهلب او الاسيستنت بتاع سي، يعني سي ده الهلب الاسيستنت اللي بيساعدني. تمام. الاوكسيلري. تمام. فهتلاقي ان المساله متقسمه خطوتين. الخطوه الاولانيه ان انا انقل الديسكس من 1 لان ماينس 1، يعني انا لو عندي هنا 3 فمن 1 لان ماينس 1 اللي هو 1 و2، فانا عاوز انقل 1 و2 دول لسي. تمام.
يبقى انا هنقل الحاجه من A ل C N minus 1. الخطوه اللي في النص ان انا هنقل الديسك ده من 3 اللي هو بتاع 3 ده من A ل B. بعد كده الخطوه اللي بعد كده ان انا هنقل الحاجه من C لل B. تمام؟ اللي هي فهتلاقي ان انت في الاول عاوز تنقل ال N minus 1 ديسكس من ال A لل C بمساعده ال B. وبعد كده هنقل ال A لل B. بعد كده عاوز انقل الديسكس من ال C لل B بمساعده ال A. يعني ال A ده هو اللي انا ايه بريح عليه. فهتلاقي ان زي ما انا كنت بقول ان كان بي ديكومبوزد انتو 3 سب بروبلمز، ان انا انقل ان ماينس 1 ديسكس من A ل C. تمام؟ بعد كده انقل من ال A لل B، وبعد كده انقل ال N ماينس 1 ديسكس اللي في ال C انقلهم في ال B. تمام؟ فانت عاوز تموف الفيرست N ماينس 1 ديسكس من ال A لل C بمساعده ال B. وبعد كده عاوز تموف الديسك نمبر N من ال A لل B. وبعد كده عاوز تموف ال N ماينس 1 ديسكس من ال C لل B بمساعده ال A. تمام؟ ف البروجرام بتاع التاور اوف هانوي اللي هو مين، فانت بتاخد من اليوزر النمبر اوف ديسكس، عاوز يبقى المساله فيها كام ديسك، وبعد كده بتقول له ايه موف الديسكس اللي هو العدد بتاع الديسكس ان اللي انا خدته منك اي بي سي، قصده هنا ان هو يحركها من ايه لبي باستخدام السي اللي هو هدف المساله. وفي فانكشن اسمها موف ديسكس. تمام؟ تعالوا بقى على الفانكشنز موف ديسكس اللي هي بتاخد ان عدد ديسكات، بتاخد فروم وتو من والى واوكسيلري اللي هو بمساعده. تمام؟ فانت هتلاقي ان لما الان توصل ب1 خلاص، فانت سيمبلي اكنك لو الان بواحد خلاص حرك الديسك ده من ده من فروم لتو وخلاص. تمام؟ إلس لو الان اكتر من الواحد، تمام، فانت بتعمل ايه؟ حرك ان ماينس 1 من الاي للسي اللي هو الاوكسيلري اللي كان هنا باستخدام البي. ما هو لو كان ده ايه يعني الفروم هنا دي كانت الاي والتو هي البي ويوزنج الايه السي. تمام؟ فهنا انا عاوز احرك ان ماينس 1 من الاي للسي باستخدام البي. تمام؟ وبعد كده هنا هموف الديسك نمبر ان من الاي للبي. تمام؟ بعد كده هموف الديسكات ان ماينس 1 من الاوكسيلري اللي هو السي للبي اللي هو التو باستخدام الاي اللي هو بيساعد. تمام؟ فكل واحد من دول هيطلع ايه؟ يعني كل من ده هيطلع ينادي على الفانكشن دي تاني ويديكومبوز المساله بايه؟ بصوره اكتر من كده. تمام؟ ف الاكزامبل بتاع التاور اوف هانوي، تمام، لو انت عندك ثلاثه واي وبي وسي، تمام، فانت الثلاثه دي هتعمل لها ديكومبوز لايه؟ لموف ديسكس ال N ماينس 1 اثنين ديسكس من ال A لل C باستخدام ال B. وبعد كده هيموف الديسك نمره 3 اللي هو اكبر ديسك من ال A لل B. وبعد كده هيموف الديسكس من 2 C B A. تمام؟ بعد كده الفانكشن اللي فوق دي والفانكشن اللي تحت كل واحده هتخش في الدايركشن بتاعها وتفضل تنادي لغايه ما في الاخر يبقى انت بتحرك ديسك واحد في كل كيس اللي هو البيز. طيب الاكزامبل اللي بعد كده اللي هو الجريت كومن ديفايزر او الجريت كومن ديمونيتور،
ان انا لو عندي رقمين عاوز اجيب اكبر رقم الرقمين دول ينفع يتقسموا عليه من غير ما يبقى ريميندر، من غير ما يبقى فيه ديسيمال. فلو انت عندك رقمين اللي هو 2 و 3، فاكبر رقم الاثنين يتقسموا عليه من غير ريميندر هيبقى ايه؟ 1. يعني انت مثلا لو خدت رقم نمره 2، ف 2 على 2 ماشي ب 1، بس 3 على 2 ب 1.5. الاثنين وال 10 تمام، الجريتر كومن ديفايزر بكام؟ ب 2 تمام. محمد الحواصلي، محمد 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 الحواصلي، معلش يا دكتور كان عندي مشكلة في المايك. انت دخلت امتى يا محمد؟ انا دخلت في اول المحاضرة وحصل مشكلة في النت، فلسه داخل من شوية. تمام، بس انت يعني فاتك كل المحاضرة تقريبا. لا مش قوي يعني. ليه انت مش قلت دخلت في اول المحاضرة وبعد كده قطعت ولسه داخل دلوقتي؟ يعني حضرت تقريبا نص المحاضرة بس، انا هشوفها في الريكورد يعني. خلاص اوكي، ممكن تفتح الريكورد. تمام. تمام. محمد حازم، ايوه يا دكتور، انت معانا؟ مع حضرتك. تمام. طيب، ف مثلا الجي سي دي بتاع 25 و35 تمام، هو 5 اكبر رقم الاثنين دول يتقسموا عليه من غير ما يحصل ريميندر هو كام؟ 5. طيب بالنسبه للاثنين والعشرة، اكبر رقم هما يتقسموا عليه من غير ريميندر هو الاثنين، رغم ان هو ممكن يتقسموا على الواحد من غير ريميندر، يعني ال10 ديفايدد 1 او الاثنين ديفايدد 1، بس الاثنين اكبر من الواحد فانا بختار الاثنين. فانت دلوقتي الجي سي دي اللي هو الجريتر كومن ديفايزر تمام، في كذا طريقه ان انت تحل. اول حاجه البروت فورس، فالبروت فورس ان انت عندك رقمين فانت بتختار الرقم المينيموم اللي هو الاقل فيهم، يعني مثلا 25 و35 فهي 25 او 2 و10 فهي الاثنين تمام، لان الرقم ده اللي انت بتختار المينيموم ده ما ينفعش الجي سي دي يكون اكبر منه، يعني ما ينفعش الرقم الكومن ديفايزر بين 2 و10 يكون اعلى من 2، فانت بتبدا بالمينيموم وبعد كده بتقعد تجرب كل الارقام من المينيموم ده لغايه الزيرو. يعني هتجرب مثلا افترض الاثنين دي هي 5، فهتجرب 5 و4 و3 و2 و1 و0 او لواحد، ما ينفعش تقسم على صفر. فبتقعد تجرب لغايه ما تنزل ليه؟ ل1. فمثلا في الحاله دي لو انا بحل مثلا الاثنين وال10 انا باخد المينيموم اللي هو 2 وبعد كده هجرب 2 و1. يعني هقسم ال10 على الاثنين والاثنين على الاثنين تمام؟ فاول ما بلاقي ان الريميندر 0 في الحالتين فايه؟ مثلا عشان نشوف ان البروت فورس ده بياخد وقت جامد قوي، لو عاوز الكومن ديفايزر بين ال 25 وال 35 تمام، فالمينيموم هو كام؟ 25 تمام، فالمينيموم اللي هو 25 ده هبدا اجرب 25 24 23 22، هفضل اجرب لغايه ما الاقي ان ال 35 وال 25 دول اما يتقسموا على الرقم تمام هي ايه؟ لغايه ان الريميندر يطلع تمام، لغايه ما الريميندر يطلع بزيرو، فانا هفضل 25 24 23 لغايه ما اوصل لكام؟ لخمسه تمام. فاول ما اوصل لخمسه الاقي ان 35 ديفايدد 5 بسبعه والريميندر بزيرو، و25 ديفايدد 5 بخمسة والريميندر بزيرو تمام. طيب فده اول طريقه اللي هي البروت فورس. في طريقتين تانيين اللي هم الاوبلايد والريكيرسيف تمام، فاحنا ايه
نلجأ لمحمد، محمد الحواصلي. محمد الحواصلي، ايوه يا دكتور. ايوه. ها الريكيرجن بقى بتاع محاضرة النهاردة هو ايه؟ لا مش عارف هي. ازاي مش عارف؟ دكتور حضرتك لسه داخل من شوية، أنا مش مركز معلش. انت مش قلت ان انت كنت موجود حضرت نص المحاضرة تقريبا؟ أنا حضرت في الأول اللي هو اللي كان فاكتوريال اللي هي في أول محاضرة تقريبا، وخرجت بسبب النت، فأنا مش اه طيب ماشي. احمد حامد. يا دكتور. ايوه. ها لا ايه بنتكلم على على بنتكلم على فاكتوريال ولا بنتكلم على فاكتوريا دي الكيرجن بتاع المحاضرة، بس مش فاهم ايه الكيرجن بتاع المحاضرة. ايه؟ انا مش سامع السؤال يا دكتور. بقول لك ايه؟ الايه؟ ايه يا ابني الاكزامبل اللي احنا بنحله دلوقتي؟ الاكزامبل اللي احنا بنحله دلوقتي اه هو جريتست كومن ديفايزر، اه اللي هو ايه يعني؟ يعني هو الرقم اللي بيقبل الرقمين دول بيقبلوا الاسم عليه. تمام. عايزين بقى نعمله ريكيرجن. هو ريكيرجن اللي هو ايه؟ الريكيرجن؟ لا انا مش شايف هنا الريكيرجن بصراحة، مش ايه؟ مش عارف، مش شايف الريكيرجن في الصفحة دي انت بتقرا الصفحه دي يعني؟ بالظبط. طب ما تفتح يا ابني كده السلايد. ما المشكلة ان انا بحضر على التليفون. اه مش عمر بس هو يعني ازاي 301 بتقبل اسم على 5؟ ندور انت. ما هو مش هينفع، لان كده كده هيبقى في ريميندر. ماشي. عمر علي. ايوه يا دكتور. عاوزين نحل مسألة الجي سي دي بالريميندر. ايه عاوزين نحل مسألة الجي سي دي بالريكيرجن مش بالريميندر؟ اه بالريكيرجن. ها نعمل ايه؟ ماشي. يعني هو معلش بس انا عايز اعرف حاجة، هو احنا هنحل على الناتج اللي هو الفايف ده، هنجيب الفانكشن بتاعته يعني خليه فانكشن فاكشنال 4، وال4 تبقى فاكشن 3، يعني تبقى 5 4 في 3 في 2 في 1، ولا انا مش فاهم السؤال؟ امال انت بتحل بناء على ايه؟ انت مش فاهم السؤال. انا بحل على الناتج اللي موجود قدامي ده. ماشي. طيب دلوقتي there is another algorithm اللي هو اسمه الاوكليد algorithm. فالاوكليد algorithm ده هو ابروتش نمبر اثنين، فهو سيمبلي بيتاكد ان الارقام الاول بوزيتيف، يعني بياخد الابسوليوت بتاع الرقمين. تمام. بس طبعا بيفترض ان هنا ايه T1 اكبر من T2، يعني ال T1 هو الرقم الكبير وال T2 هو الرقم الصغير. فبيحسم ال R اللي هو الريميندر، ان هو بيقسم T1 ريميندر T2. تمام. لو الريميندر ده طلع بزيرو خلاص الاجابه على طول هتبقى ايه؟ T2. يعني T2 هو الايه؟ الجي او الجي سي اي. تمام. لان لو ال T1 بيتقسم على ال T2 من غير ريميندر، تمام، وال T2 اكيد بيتقسم على نفسه، فيبقى ال T2 هو الجريتست كومن ديفايزر بتوين الرقم. تمام. بالنسبه ل لو حصل ريميندر، تمام، فهو بيرحل، يعني بيخلي ال T2 تبقى هي ال T1، وبيخلي الريميندر اللي حصل هو ال T2، وبيفالويت الريميندر تاني ان هو ال T1 ريميندر T2. تمام. فلو عاوزين مثلا ناخد مثال، تمام، تخيل ان انا بقول لك هات ال جي سي دي، تمام،
بتاع 25.16. فأنت هتعمل إيه؟ أول حاجة هتعملها 25 ريميندر الستاشر بكام؟ 25 ريميندر 16 بكام؟ بأربعة يا دكتور. يا سلام. واحد. يا الله. تسعة يا دكتور تسعة. تسعة أيوة. أو مين اللي اتكلم؟ مين اللي قال تسعة؟ أنا أنا. عمرو حازم. هو عمرو حازم الوحيد اللي فيكم اللي معدي تالتة ابتدائي. تمام؟ فبتسعة. بعد كده هقوم عامل إيه؟ مرحل الصفر. فالتسعة دي مش not equal zero. فأعمل إيه؟ اللي بعد كده هيبقى الستاشر اللي هو الرقم الثاني ريميندر التسعة تساوي كام؟ ستاشر ريميندر تسعة زيرو. يا سلام. سبعة. سبعة. تمام. يعني انت ايه؟ خدت الستاشر دي هنا وخدت التسعة هنا وبقى الريميندر. تمام. طيب بعد كده هل السبعة ايكوال الزيرو؟ الاجابة لا. فهيبقى ايه؟ تسعة ريميندر سبعة يساوي اتنين. تمام. بعد كده هيبقى الاتنين يعني هنا ايه؟ تسعة سبعة اتنين. بعد كده هيبقى ايه؟ سبعة ريميندر اتنين بكام؟ بواحد. بعد كده هيبقى ايه؟ اتنين ريميندر واحد بكام؟ بزيرو. دكتور ممكن سؤال؟ اتفضلي. ليه قلنا سبعة ريميندر 2 بواحد؟ علشان انت معاكي سبعة تقدري تاخدي منهم كام؟ اتنين قبل ما يتبقى فراكشن ما يكملش الاتنين. يعني انت عندك سبعة خدتي منهم اتنين اتبقى خمسة، خدتي منهم اتنين اتبقى تلاتة، خدتي من التلاتة اتنين اتبقى واحد. الواحد اللي اتبقى ده هو ده الريميندر. ما انت ما ينفعش تاخدي اتنين كمان. انت عارفة لو كانت تمانية مش اتنين يعني سوري تمانية مش سبعة الريميندر هيبقى بزيرو. تمام. يعني اقدر اخد اربع اتنينات ومفيش ريميندر. شكرا. فدي هي الايه؟ الطريقه اللي هي الاوكليد الجوريزم. طبعا من الواضح ان هو اقصر بكتير من البروت فورس، لان البروت فورس كان هياخد الرقم المينيموم اللي هو ال 16 ويجرب 16 15 14 13. يعني هيقعد ايه؟ يقسم ال 25 على ال 16 وال 16 على ال 16 وعاوز الاثنين الريميندر يكون بزيرو. بعد كده مش هتنفع، فياخد 15 يقسم الرقمين على 15. بعد كده مش هينفع، ياخد الرقمين على 14. فيقعد بقى من 16 لغايه ما يوصل لكام؟ لواحد. ما هو الريميندر بتاع ده اللي هو بكام؟ اللي هو سوري الجريتست كومن دينومينيتور بواحد. تمام. فهو وانس ان الار بقت بزيرو التي 2 هو الجريتست كومن، فالتي 2 اللي هو كام؟ ال 1. تمام. فهو هيفضل ينزل من 16 ل 15 ل 14. انا بتكلم على البروت فورس. تمام. فالريكيرسيف ميثود بتاع الموضوع ده هو نفس الاوكليد الجوريزم، ان انا سيمبلي اعمل ايه؟ انا عندي رقمين بس طبعا بفترض ان الام هو الكبير والان هو الصغير. فام ريميندر ان لو بزيرو يريترن الايه؟ الان. ده الحل بتاعي. إلس هتنادي على جي سي دي بالإن اللي هو الرقم الثاني. تمام. كوما والريميندر. تمام. فأنت إيه الخطوة الثانية بعد ما دي تبوظ؟ إن أنت هتنادي بالإن اللي هو 16 والريميندر اللي هو كان التسعة اللي هو إيه ال 25 ريميندر 16، وتبدأ المسألة تشتغل لغاية ما تظبط إن أنت توصل لزيرو. فالزيرو ده هيريتيرن الإيه؟ الرقم الاولاني. تمام. اكزامبل كمان الفراكتلز. فالفراكتلز هي اشكال جيومتري. تمام. زي تراينجل او سيركل. تمام.
او ريكتانجل. الفراكتلز دي كان بي ديفايدد انتو بارتس، كل بارت هو كوبي بس ريديوس سايز من الهول بارت. تمام؟ فمثلا انت دلوقتي عندك مثلث، فالمثلث لما هيتقسم هيبقى من ثلاث مثلثات، بعد كده كل مثلث هيتقسم يبقى ثلاث مثلثات وهكذا. تمام؟ فطبعا الحاجات دي بيبقى ليها ابلكيشنز كتير، زي مثلا الحاجات اللي سكيل فري، اللي هي الحاجات اللي ما فيهاش سكيل. تمام؟ اللي هي ان انت مثلا كل ما تزوم جواها مش فارقه، يعني الشكل من بره زي الشكل من جوه. فمثلا لو عاوز اديكم مثلا حاجه زي البروكلي او القرنبيط، تمام؟ فانت لو ماسك البروكلي كله او القرنبيطه كلها، هتلاقي ان الشكل بتاعها هو هو الشكل بتاع لو قطعت حته منها، يعني القرنبيطه الصغيره، يعني القرنبيطه الصغيره هي شكلها هو هو القرنبيطه الاكبر منها، الحجم الاكبر منها هو هو شكل القرنبيطه كلها. فمثلا دي حاجات سكيل فري، يعني حاجات ما بيفرقش فيها السكيل. تمام؟ ف احنا هناخد في ميني انترستنج اكزامبلز للفراكتلز، بس احنا هناخد الايه السبيرنسكي تريانجل، وده نيمد افتر ا فيمس بوليتيشن بولش هولندي ماثيماتيشن. تمام؟ فسيمبلي انت بتبدا بمثلث، ده اللي هو ليفل او اوردر 0. اوردر 1 فانت بتاخد الميد بوينت بتاعت كل اتش، يعني النقطه النص هنا والنقطه النص هنا والنقطه النص هنا، وتوصلهم ببعض، فبقى عندك الشكل. لو عاوز تجيب اوردر 2 فانت الاول بتشوف انت عندك كام مثلث. انا عندي 1 2 3، هتمسك كل واحد من دول وتعمل فيه اللي حصل هنا، ان انت هتاخد نقطه الميد بوينت في كل اتش وايه وتعمل لها كونكت، وهكذا 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 وهكذا. تمام؟ فالفكره كلها ان انت عندك ايه، ده مثلث بي 1 بي 2 بي 3، تاخد نقطه النص بي 1 2 بي 3 1 بي 2 3 اللي هم الثلاث النقط دول. تمام؟ بس وبعد ما تاخد الثلاث نقط دول هتوصلهم، فيبقى المنظر ده. بعد كده هتاخد المثلث اللي فوق اللي هو بي 1 وبي 1 2 وبي 3 1 اللي هو ده، او بي 1 2 بي 2 بي 2 3، او ده اللي هو بي 3 1 بي 2 3 بي 3 اللي هو ده، وتطبق عليه نفس الموضوع تاني وهكذا، وتفضل شغال. تمام. اخر نقطه عاوزين نتكلم عليها النهارده هي الريكيرجن فيرسز الايتريشن. فاتفقنا ان الريكيرجن هو فورم من البروجرام كنترول، اسينشالي بيحصل ريبيتيشن ويزاوت الوب، يعني ان هو بيعمل ريبيتيشن بس من غير الريكيرجن. بيبير سبستانشال اوفر هيد، في كوست عالي جدا بيحصل على الريكيرجن، لان كل مره انت بتنادي على الميثود السيستم لازم يعمل سبيس لكل الميثود لوكال فاريبلز وبارامترز، وthis will consume considerable memory وrequire extra time to manage the additional space، مع طبعا الكول ستاك بتاع الفانكشن. تمام؟ هاويفر طبعا الريكيرجن دايما بيبقى اشيك في طريقه الحل وكتابه الكود، وفي بقى بروبلمز ما بينفعش تتحل غير ريكيرجن، يعني صعب جدا ان انت تحلها اصلا بلوبس. تمام؟ فمثلا المسابقات بتاعه البروجرامنج بتاعه الاي سي ام والكلام ده بيبقى فيها جزء من المسائل بيختبروا الناس اللي بتمتحن هل بيعرفوا يعملوا ريكيرجن ولا لا. تمام؟ فالادفانتج بتاعت الريكيرجن ان الريكيرجن is good for solving problems that are inherently recursive، اللي هي البروبلم وراثيا او من الاستراكشر بتاعها ان السب بروبلم هي نفس الشكل بتاعت البروبلم الاكبر فيها. تمام؟ فدي المسائل اللي الريكيرجن بيبقى مهم فيها. خلاص؟ فده كان الاند بتاع محاضره النهارده. تمام؟ حد عنده اي اسئله؟ لا تمام يا دكتور. التيم ايه يخش لحد محاضره كام؟ يا فندم؟ التيم ايه يخش لحد محاضره كام؟ افتكر اللي فات او لا. تمام مش شكرا. لغايه ويك 7. 7؟ شكرا. حد عنده أي أسئلة يا جماعة؟ تمام. طيب مين كان جروب الساعة 8:30 الصبح؟ أنا دكتور.